عندك كام؟ وانت بعدتي كام؟ أربعة. ولادي وهمتي كام مرة؟ عطاني ودين وبنت رضا. عطيات مش عارفة عطيتك انت بتقرا عندكم؟ ايه على المكان. وانتي عملتي كام مرة؟ أنا معايا 9 مرات. 9 مرات؟ معايا 3 والباقي 4 معايا. عاوزين ولاد كتيرة ليه؟ علشان تشتغل علينا وتوكلنا. وتبقى عيلة كبيرة. وتبقى عيلة كتير. بدل ما ابقى نفرين يبقى 10. حتى إن حصلت عركة تبص تلقوهم واقفين يكسروا العركة التانية. أدي. والحب الواحدة لما تمنع روحها عن الولد تاخد برشام وتبطل ولد. ادي خطتنا. نحب الولدي. هما منزلة واحدة وغلاوة واحدة. بس نفرح للولد ليه؟ علشان خاطر عاسة الدنيا. علشان عاسة الدنيا في القابل في العمر الطويل يعني ينفع. في الموت وفي الحياة. خلاها ربنا في الحياة. يكون ادي نفرح للعيال كده. امال احنا لما الواحده مننا توقف تجري تخاطلي جابت ايه؟ جابت ويد. ربنا يخلوه لها. لما تقول جابت بنت وكذا بعض بتاع ربنا. ولما يبقى لي مزاج ما يبقى ليش مزاج من بنت اختي ومعايا ويد واخدها له اروح انق من بره ولا اخدش بنت اختي؟ ادي طبيعتنا احنا كده وماشينا كده. امشي.